يالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ننتظر 30 ثانية يمكن أو أقل على مود بس اللي ما كان منتبه ينتبه إنه أكو الموضوع الكابنوغرافي راح نحكي عنه هسه إن شاء الله. الموضوع جا بس يعني سبيسيفيك ريكويست يجعل الموضوع ف راح نسولف عنه شوية إن شاء الله. أوكي، ويف فورم بين ما يتجمع العدد. Wave form capnography. بس نعرف شنو هو، يعني مجرد نتعرف عليه شنو هو الويف فورم كابنوغرافي حتى من نجي نحكي عنه يكون الموضوع واضح. الويف يعني ويف فورم كابنوغرافي، كابنو مين سي او 2، جرافي يعني جراف يعني رسم. هنا احنا راح نحسب كمية الـ CO2 throughout respiration، كمية الـ CO2 throughout respiration inspiration and expiration، كل الـ respiratory cycle نحسب كمية الـ CO2. اوكي، وترسم هاي الكمية بشكل جراف، بشكل مخطط. واضح؟ إذن هو عبارة عن مخطط يمثل كمية الـ CO2، مخطط يمثل كمية الـ CO2 throughout الـ respiratory cycle، خلال الـ inspiration الشهيق والزفير. تمام؟ كمية الـ CO2 مرسومة بشكل جراف. قبل ما نجي نحكي عن وشكل، هذا مجرد تعريف له، كابنوغراف زين، CO2 كميته مرسومة بشكل مخطط. فرح نوخر هاي الورقة، نجي نسولف شوية عن قصة حياة الـ CO2 حتى من نحكي على الكابنوغراف نفهم شنو اللي يأثر عليه. اولا السي او 2 يطلع عندنا هذا التشو، يصير عندي بالتشو بالنسيج بالخلايا مال النسيج، يصير عندي ميتابوليزم. تمام؟ الميتابوليزم اللي يصير عندي بالتشو نتيجة حرق الجلوكوز يطلع عندي سي او 2 ويطلع عندي اتش 2 او. both of them ذولا المولكيولز راح تطلع من اوت اوف سيل، راح تطلع برا السيل. السي او 2 اللي راح يطلع برا السيل ويا ال H2O اثنيناتهم، السي او 2 هذا اللي يهمني هسه احكي عنه. السي او 2 بكم شكل راح يكون انسايد ذا بلاد؟ قسم منه راح يرتبط بالهيموغلوبين، يسوي كاربوكسي هيموغلوبين. قسم منه راح يبقى ذائب، قسم قليل جدا يبقى ذائب بالبلازما، وقسم من عنده راح يتفاعل ويا ال H2O ويسوي H2CO3 اللي هو الويك اسيد اللي ينفصل الى H ايون و HCO3. اذا بثلاث اشكال راح ينحمل CO2. CO2 اولا ولادته، منين تكون الولاده، البيرث مالته خلينا نسميه، هو من خلال حرق الجلوكوز يطلع عندي ال H2O و CO2. CO2 يطلع عندي من السيلز للسيركيليشن، بالسيركوليشن يعني يحمل السي او 2 على ثلاث اشكال، يا اما يكون ذائب بالبلازما، يا اما مرتبط بالهيموغلوبين، يا اما موست اوف ذا سي او 2 يتفاعل مع الاتش 2 او ويكون اتش 2 او اتش 2 سي او 3 اللي هو ويك اسيد
ينفصل بسهولة إلى H و HCO3. ثم يوصل للبلد هذا التشو، تمام؟ اتفقنا أنه هذا التشو، هذا النسيج ينحمل البلد، الفينوس بلد، يوصل من التشو إلى اللنج. هاي يعني التراكيا وهاي البرونكاي وهاي اللنج، يحمل إلى اللنج. هنا ايش راح يصير؟ المحاضرة راح تبقى علي إن شاء الله، زين؟ فأنت إذا تحب تحضر هسه أو تحب بعدين المحاضرة راح أبقيها إن شاء الله، فتبقى مسجلة أكيد. فإذا أنت منعس أو عندك شغلة هسه تقدر تروح وبعدين ترجع لها، لأن يعني المحاضرة سبيسيفيك أصلاً على حسب الريكوست طلبك أنت يعني. فالـ CO2 راح يوصل لللنج. من يوصل لللنج هنا البلد اللي محمل CO2 بمختلف أشكاله، أوكي؟ ال H2CO3 اللي هو most of the CO2 محمول بالبلازما بهالشكل هذا راح يرجع يتحول إلى CO2H2O و both of them will diffuse، زين؟ will diffuse from the blood إلى الالفيولاي، إلى الالفيولاي، from the blood to the alveoli ويطلع CO2 وال H2O بعدين ويا ال expired air من ال من التراكيا، اوكي؟ اذا هسه شنو العوامل التي تؤثر على كميه السي او 2 حتى بعدين ultimately انا من اقيس او من اطبق الكابنوغرافي، زين؟ اسوي مونيتور للبيشنت كابنوغرافي، اعرف شنو الـ شنو الـ شنو الامور اللي انا دا اراقبها. اولا الميتابوليزم نفسه، الميتابوليزم احيانا الميتابوليزم قد يولد لي سي او 2 هوايه أول للدي سي او 2 قليل. إذن مراقبة الميتابوليزم ممكن عن طريق الكابنوغراف، يعني بكلام آخر من نراقب كمية السي او 2 اللي طالعة من البدي ممكن ينطيني تقييم عن الميتابوليزم الأيض مال البدي. هذا واحد، زين؟ خلينا أشرب الأحمر، هذا واحد. اثنين السيركوليشن نفسها والperfusion to the lung، مو احنا من قلنا منو اللي يحمل CO2 لللنج؟ هو البلود. فالcirculation نفسها circulation واللنج perfusion، اللنج perfusion شلونها ايضا ممكن تتراقب من خلال كمية CO2 او الكابنوغرافي. ممكن يراقب لي circulation ومدى الافشنسي مال perfusion to the lung، تمام؟ وأمر آخر أيضاً CO2 اللي يوصل للالفيولاي after diffusion من البلد للالفيولاي، زين؟ to be cleared out by a process called ventilation، التهوية هي اللي تسوي لي clearing للCO2 اللي موجود بالالفيولاي. فإذاً الكابنوغرافي أيضاً يراقب لي الventilation. إذن ثلاث أمور أنا بالكابنوغراف دا أراقب، ثلاث أمور: الميتابوليزم، السيركوليشن، والفنتيليشن، تمام؟ ميتابوليزم، سيركوليشن، فنتيليشن. ثم بعد هذا إن شاء الله، بعد هذا التوضيح راح أتكلم عن شكل الكابنوغراف. هسه راح نرسمه، زين؟ وليش صار هيك شكله، وشنو الابنورماليتيز مالته، زين؟ طبعا بالمناسبه يعني للعلم انه السي او 2 عاده الديفيوجن مالته من البلد للالفيولاي ريليتيفلي ايزي، يعني السي او 2 ذوبانه جيد فويل ديفيوز بسهوله، اسهل من الاكسجين، زين؟ من البلد الى الالفيولاي. فعاده هنا ماكو فد مشكله بالديفيوجن بالنسبه له، اوكي؟ زين، نجي نشوف الكابنوغرافي شو راح يقيسنا. عندنا هاي التراكيا وهاي البرونكاي وتنقسم الى برونكيول وبعدين الالفيولار ساك والالفيولاي. هاي الالفيولس، خلينا نعتبر هاي الالفيولس، تمام؟ دخل عندي هنا سي او 2. السي او 2 الموجود بالارتيريال بلد، عفوا بالفينوس بلود اللي واصل للالفيولاي اللي هي يعني ارتريز جايه باعتبار هي يعني انضخت من
من الهارت من الرايت سايد اوف ذا هارت اللي هو بيلمر ارتري. المهم بس خلينا نسميه فينس بلاد لان هو محمل بالسي او 2، يكون البريشر مال السي او 2 بهذا البلاد، البريشر مال السي او 2 هنا حدود ال 46 مليمتر ميركوري. يجي البلد محمل بالسي او 2 زين تلقاه 46 مليمتر ميركوري. البلد تقريبا يعني البلد الموجود بالالفيولاي تلقى هنا التنشن مالته 40 مليمتر ميركوري نورمالي باقي هنا، فيصير عندي ديفيوجن. هذا ال 46 اكبر من ال 40، ف according to concentration gradient زين الفرق بالconcentration يعبر ال CO2 من ال blood إلى الالفيولاي الحد ما يتساوى، الحد ما ال blood تصير يعني ال tension أو اللي يصير ال pressure مال CO2 مات 40 مليمتر ميركوري، أي ما يساوي اللي موجود بالالفيولاي. شوف الفرق 46 ب 40 مليمتر ميركوري، الفرق جدا قليل بين ال البريشر مال السي او 2 اللي موجود بالبلد اللي جاي للالفيولاي وبين الالفيولاي. فحتى يبقى هذا الكونسنتريشن جريدينت القليل زين ويستمر عمليه الديفيوجن، لازم هاي ال 40 تبقى 40 ما تزيد. شنو اللي يخلي هاي ال 40 تبقى 40 ما تزيد على الرغم من اكو كونتينوس سي او 2 قاعد ديفيوز من البلد للالفيولاي؟ هي التهويه، الفنتيليشن. الفنتيليشن باستمرار شو يسوي؟ الفنتيليشن يطلع لي سي او 2 زين من الالفيولاي، يوش اوت للسي او 2 من الالفيولاي. فباستمرار تبقى هاي كل ما يزيد شويه هاي النسبه ترجع مرت اللخ، فتبقى تقريبا ثابته 40، فيستمر عمليه الديفيوجن مال السي او 2 من البلد للالفيولاي. فاي مشكله بالفنتيليشن بالدرجه الاساس ممكن يؤدي الى اي مشكله بالفنتيليشن بشكل سلبي، بحيث الفنتيليشن يقل. من يقل الفنتيليشن زين السي او 2 يبدي بيلد اب داخل الالفيولاي، فيصير يصعد مستوى، فمن يصعد مستوى الديفيوجن يقل، فبسهوله جدا شو يصير عندي؟ يرتفع مستوى السي او 2 انسايد ذا بلود. نتيجه شنو؟ نتيجه الهايبو فنتيليشن صارت، وبعكسه الهايبر فنتيليشن يخلي هاي النسبه اقل، فبسهوله يصير ديفيوجن اكثر فيقلل نسبه السي او 2 اللي موجوده بالبلود. فالتاثير الاساسي على السي او 2 هو الفنتيليشن. تاثير الاساسي على كميه السي او 2 بالبلد وبالالفيولاي وبالويف فورم كابنوغرافي راح نشوفه هو الفنتيليشن، واضح؟ فبالدرجه الاساس احنا نراقب الفنتيليشن. خلينا نجي على الويف فورم كابنوغرافي شلون صاير شكله. نرجع للرسم مالتنا، عندنا هاي الالفيولاي اوكي الى ان توصل لتركيا، خلينا نرسمها هالشكل ويطلع الهواء، هذا خشم يطلع الهواء منه. الويف فورم كابنوغرافي عندنا سنسر موجود، عندي هذا اندوتراكيال تيوب زين انسايد ذا تراكيا، وعندي سنسرز موجود فنتليتر. خوش، هاي السنسر تقيس لي بشكل مستمر كميه السي او 2. طبعا كميه الغاز مو مثل كمية الليكويد، الليكويد نقيسها بالفوليوم بس الغاز نقيسها بالبارشال بريشر مالته. فهاي تقيس كمية السي او 2 من خلال يعني ويعبر عن الكمية بالبارشال بريشر، تقيس البارشال بريشر مال السي او 2 كونتينيوسلي. هذا السنسر اللي موجود هنا بين الاندوتراكيال تيوب وبين الميكانيكال تيوبينج مال الميكانيكال فنتيليشن يسموه مين ستريم. مين ستريم، خلي اكتبها بشكل واضح، مين اساسي ستريم، مين ستريم زين ديتكتورز. او في بعض الاحيان بعض الاجهزه زين اوكي الكاميرا مثبته بس من اتحرك اني تتحرك ثبتها الكاميرا. بعض الاحيان من التيوب
زين او من يعني بين التيوب بين يطلع عندي فد تيوب اخر زين ويوصله بالجهاز والسنسر يصير هنا الجهاز يسوي اسبريشن مستمر يشفط هواء بشكل مستمر ويوصله للسنسر هذا يسموه سايد ستريم سايد ستريم تمام فاذا اكو عندي مين ستريم مباشرة السنسر موجود بطريق مرور الهواء واكو عندي سايد ستريم لا اكو تيوب يشفط الهواء ويوصل لي اياه للجهاز والسنسر موجود هنا تمام بس الشفط بشكل مستمر هذا السايد ستريم ينفعني sometimes حتى لو البيشنت مو انتوبيتد sometimes البيشنت ما عنده endotracheal tube بس non invasively حاطي له ماسك مثلا مال اوكسجينيشن فممكن السايد ستريم ينحط التيوب للماسك هذا ويشفط الهواء اللي موجود ويقيسه فممكن للبيشنت اللي هو مو انتوبيتد ايضا فيستخدم للسايد ستريم فالسايد ستريم يرهم للانتوبيتد بيشنت ولا نون انتوبيتد المين ستريم فقط للانتوبيتد بيشنت ايش راح يصير عندي هذا الجراف صاير بالشكل التالي هذا نورمالي هذا الجراف انتبهوا عليه الجراف راح يقيس ال سي او 2 throughout respiration خلال الشهيق والزفير throughout ال respiratory cycle during inspiration لما احنا قاعد نستنشق الهواء ناخذ يعني الشهيق زين ال CO2 اللي موجود بالambient air بالهواء الداير ما يدورنا قليل جدا قليل بنسبة مهملة فتشوف ال device ما يلتقط CO2 لانه قليل جدا فيطلع CO2 تقريبا صفر زين هذا يسموه phase 1 phase 1 زين ال CO2 تقريبا عندي صفر خوش ثم بعد الانسبيريشن هاي during inspiration inspiration الشهيق تمام ثم يبدي الاكسبيريشن من يبدي الاكسبيريشن اكو قسم من يسموها يسوون الفيسز خمسة اكو قسم من يسووها يعني اربعة فيسز للسهولة راح احكي الاربعة فيسز مال الكابنوغراف وبعدين راح احكي الفرق بالخمسة فيسز يا فيس يخلوه خامس الفيس الاول قلنا الانسبيريشن الشهيق ديورنج شهيق يدخل هواء من برا زين لجوا فمن يدخل هواء من برا لجوا الهواء اللي موجود بالانفايرمنت او الامبيانت اير هواء الغرفة كمية سي او 2 بي نيجليجبل كمية قليلة جدا فالجهاز يقيس لنا صفر ثم يبدأ الزفير من يبدي الزفير يطلع السي او 2 زين ويرتفع بشكل زين كبير يرتفع رأسا بشكل كبير هذا المنطقة الارتفاع شوية بها ميلان لاحظ هاي منطقة الارتفاع جاي من الهواء اللي هو ميكست بين الديد سبيس اللي ما بي تبادل غازي وبين الهواء اللي يطلع من الالفيولاي يعني قسم من الهواء اللي يطلع من الالفيولاي بي ريتش سي او 2 وقسم من الهواء اللي موجود بالديد سبيس يصير بي ميكسينج ويطلع عندي بهالشكل ويبدي يرتفع مستوى السي او 2 هذا فيس 2 زين ثم الهواء بالديد سبيس تقريبا يطلع كله طلع برا يبقى الهواء اللي موجود ده يطلع الهواء اللي ده يطلع عندي وده ألك فهو هواء الالفيولاي فهواء الالفيولاي ريتش ان سي او 2 بي سي او 2 بكمية كبيرة الهواء اللي موجود بالشعبية هنا بالالفيولاي فيصير عندي ما يعرف بالبلاتو فيس ال سي او 2 يرتفع يستمر يرتفع ولكن بكمية قليلة فيصير عندي البلاتو بلاتو فيس هاي اي و اي يو بلاتو فيس او فيس 3 زين فيس 3 هنا البلاتو فيس بارتفاع ال سي او 2 بشكل قليل يعني شبه ثابت هذا جاي من ال 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 الهواء اللي موجود بالالفيولاي اللي دا يطلع عندي ثم يبدأ الانسبيريشن اجين وينزل السي او 2 ابربتلي بشكل شبه مستقيم ويسمى هذا الفيس زيرو نابدا الانسبيريشن اجين واضح sometimes هذا الاربع فيسز فيس الاول زين الفيس الثاني الفيس الثالث والفيس الرابع بداية الانسبيريشن وينزل عندي السي او 2 لان الهواء اللي دا يجي من برا ما بي سي او 2 فينزل ابربتلي بشكل شبه مستقيم
خوش وتبدا مرتلخ زين الريسبيرتوري سايكل هاي انسبيريتوري هاي انسبيريشن فيس 1 ثم مرتلخ فيس 2 فيس 3 هذا فيس 2 شويه مائل اكثر فيس 2 فيس 3 وفيس 4 تمام فيس 0 عفوا وهكذا sometimes اكو قسم يسووها 5 فيسز يضيف لك فيس هنا يقول لك هذا فيس 2 هذا فيس 1 فيس 2 هنا المنطقه هاي القصيره يقول لك هاي اول ما يبدي الاكسبيريشن الهواء اللي يطلع من الديد سبيس فقط يكون ما بي سي او 2 زين او سي او 2 بي نيجليجبل من حاله حال الامبنت اير اللي موجود ببدايه الديد سبيس فهذا الهواء ما يطلع لي سي او 2 فيطلع بهالشكل صفر تقريبا السي او 2 فيقول لك هذا يسميه فيس 2 يعني مو فد مشكله او معضله اذا لانه اكو قسم من الكتب ما يعني ما حاسبته هذا فيس ففيس 1 فيس 2 فيس 3 فيس 0 واضح هذا النورمال كابنوغراف هاي النقطه الاخيره بنهايه البلاتو اعلى نقطه بالكابنوغراف هاي نقطه مهمه زين هاي نقطه نهايه الاكسبيريشن نهايه الزفير يسموها الاند اند يعني نهايه تايدل هو الهواء اللي طاب وطالع سي او 2 اند تايدل سي او 2 وبما انه نقيس احنا بريشر يسموها بريشر اوف اند تايدل سي او 2 هاي نورمالي بشكل طبيعي لا تنقاس بالبريشر تطلع بين 35 to 40 مليمتر ميركوري نورمالي هاي بين 35 الى 40 مليمتر ميركوري خلي ببالك البريشر اللي موجود بالالفيولاي بالحويصلات زين تقريبا 3 تو 5 يعني من 3 الى 5 زين ممكن مليمتر ميركوري شويه ممكن اقل من البريشر اللي موجود بالبلط فمن يطلع لك البريشر اوف انتايدل سي او 2 من نهايه الانتايدل فوليوم فممكن تلقى البي اي CO2 أعلى ب 3 أو 5 3 إلى 5 مليمتر ميركوري من البريشر اوف انتايدل CO2 أوكي الفرق بيناتهم زين 3 إلى 5 اللي بلود موجود اللي بالبلود موجود أعلى من البريشر اوف انتايدل CO2 ب 3 إلى 5 مليمتر ميركوري واضح هذا يسمون نورمال كابنوغراف هذا النورمال كابنوغراف هذا المكونات ما تنجي على الابنورماليتي اللي ممكن تصير شنو الابنورماليتيز اللي ممكن تصير عندي بالكابنوغراف او قبل الابنورماليتي احنا وين نستخدم الكابنوغرافي وين نستخدمه زين اولا نستخدمه تو كونفيرم اندوتراكيال تيوب يعني بنحط اندوتراكيال تيوب ويطلع عندي الكابنوغراف بهالشكل الحلو والبريشر اوف انتايدل سي او 2 35 to 40 مليمتر ميركوري زين معناها التيوب انسايد ذا تراكيا طبعا دا احكي على بيشنت عنده normal perfusion عندك يعني good cardiac output وعنده ال patient spontaneous circulation يعني مو cardiac arrest زين يطلع عنده الكابنوغراف بهالشكل يعني هذا يثبت لي انه ال tube inside the trachea هذا gold standard حالة حال البرونكوسكوب 100% sensitive و specific واضح زين فائدة الأخرى إذن بالإندوتراكيال تيوب confirmation of endotracheal tube placement الفائدة الأخرى هو الميكانيكال فنتيليشن البيشنت اللي على ميكانيكال فنتيليتر زين ممكن أراقب الفنتيليشن مالته من خلال الكابنوغراف وإحنا قلنا حتى لو البيشنت مو على ميكانيكال فنتيليتر ممكن أراقب الفنتيليشن مال البيشنت من خلال ال non invasive زين side stream كابنوغرافي بس ليش اراقب الفنتيليشن مال البيشنت اللي هو نون انفيزيف محاط له اندوتراكيال تيوب اذا كان البيشنت كريتيكلي ايل بيشنت عندي عنده كريتيكال ايلنس واريد اراقب الفيزيولوجي مالته فاراقب الفنتيليشن وانا محاط له تيوب او بيشنت عندي اريد اسوي له بروسيجرال سيديشن اريد اسوي له فت بينفول بروسيجر اريد احط له تشست تيوب واريد انطي سيديشن زين حتى اراقب الفنتيليشن مالته والقف الهايبوفنتيليشن ايرلي بشكل مبكر من اول ما تصير فاحط له البيشنت كابنوغرافي اذا اني وين استخدمه بالحقيقه استخدمه لما البيشنت عندي تيوب واريد اثبت انه تيوب انسايد ذا تراكيا ورا ما حطيت التيوب استخدمه لما اريد اراقب المونيتورنج للبيشنت خصوصا كريتيكلي ايل بيشنت واستخدمه حتى اراقب الفنتيليشن بالبيشنت اللي احطه على سيديشن زين اراقب الفنتيليشن من خلاله
نجي على الابنورمال فورمز، شنو الابنورماليتي اللي ممكن تصير عندي بالكابنوغرافي وشون القفها. اول شيء نجي على فيس 1، تذكرون الفيسز زين، هذا فيس 1 فيس 2 فيس 3 وفيس 0 هالشكل. فيس 1 المفروض هو صفر، ببعض الاحيان فيس 1 تلقاه مرتفع فوق الصفر، صاير هيك لي فوق زين، وهاي الكابنوغراف بشكل طبيعي هالشكل، وصار تلقى فيس 1 فوق الصفر. شنو اللي يخلي فيس 1 فوق الصفر؟ شنو اللي يخلي واحد دا يتنفس CO2؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد طفت الكهرباء. شنو اللي يخلي واحد زين بالشهيق مالته يدخل له CO2؟ يا الله نعلق الضوء اجين، جت الكهرباء، بسم الله. زين البيشنت اذا صار عنده ريبريذنج، يعني شنو ريبريذنج؟ يعني اعاده استنشاق الهواء اللي المفروض ده يطلع بالزفير. زين هذا ليش يصير عنده ريبريذنج؟ ليش يستنشق ريبريذنج؟ sometimes the dead space لما يصير طويل، تيوبينج يصير اطول من اللازم، dead space البيشنت ممكن يرجع يستنشق CO2 again. زين CO2 مو يطلع، dead space كبير، تيوب طويل، فيطلع CO2 يرجع مرتلخ من اول ما يستنشق، يدخل بالبدايه جزء من السي او 2 اللي المفروض طلع من عنده، فيصير ريبريذنج استعاده انه يعيد تنفس السي او 2، فيطلع عندي الفيس 1 شبي فوق عالي مو صفر. اوكي sometimes المشكله بفيس 2، نلاحظ الكابنوغراف صاير بهالشكل، فيس 2 المفروض هيك قايله تمام، اكو صعود ثم بلاتو. بعض الاحيان فيس 2 وفيس 3 اللي هو البلاتو يصيرن سوا ثم فيس 0 يصيرن هالشكل ثم فيس 0. هاي وين تصير؟ هاي تصير لما اكو اوبستراكشن للاير واي، الاير واي اوبستراكتد او كينك بالتيوبينج، يعني اكو ابستراكشن سواء بالايرواي مال البيشنت او بالتيوبز، تيوبز اللي داخلت له من الفنتليتر او الدتراكيال تيوب. زين من يصير عندي ابستراكشن، هذا الفيس اللي صاير بهالشكل يصير عندي يندمج بين الفيسز ويصير شكله بهالشكل، يشبهوه بالزعنفة مال القرش، هاي سمكة القرش وهاي الزعنفة مالتها هيك قايله زين، فيسموه شارك فن، فن يعني زعنفة والشارك هو السمك القرش، فيسموه شارك فن هالشكل، صاير مثل زعنفة القرش. هذا نشوفه وين؟ نشوفه بالأسمة زين، نشوفه بال يعني obstructive airway disease، لما يصير عندي obstruction يبين عندي هالشكل، واضح؟ زين بعد شنو الابنورماليتيز اللي ممكن أشوفها بالكابنوغراف؟ الأبني patient اللي يصير أبني، ابنيه ما راح يطلع عندي سي او 2 فراح يطلع عندي فلات. اوكي بالابنيه يطلع عندي فلات. زين بعد شنو؟ هايبر فنتيليشن وهايبو فنتيليشن. هايبر فنتيليشن وهايبو فنتيليشن شلون تبين عندي بالكابنوغراف؟ لاحظ بسم الله لاحظ عندي بالهايبو فنتيليشن البيشنت اذا كان الريسبيرتوري ريت مالته سلو او تايدال فوليوم مالته قليل، ايش راح يصير عندي؟ كميه السي او 2 راح تتجمع بالالفيولاي، لانه ايش قلنا تهويه يحتاج حتى باستمرار تسوي واش اوت، تغسل المكان من السي او 2 حتى يستمر عمليه تدفق السي او 2 من البلد للالفيولاي. سام تايمز السي او 2 هنا بيكوز اوف هايبو فنتيليشن زين السي او 2 يتجمع يصير عالي ما دا يطلع because of hypoventilation تهوية قليلة، فشي يصير عندي بشكل الكابنوغراف، تشوف الكابنوغراف هيك يصير ثم هيك يصير دا يعلى الكابنوغراف. شنو السبب؟ CO2 نتيجة الهايبوفنتيليشن، طبعا الريسبيرتوري يكون سلو عادة زين، الريسبيرتوري يكون سلو، فشو تشوف عنده؟ تشوف عنده الكابنوغراف CO2 دا يصعد، هذا بالهايبوفنتيليشن.
أما بالهايبر فنتيليشن يصير عندي العكس، تشوف هذا اللي موجود ثم ينصى ثم ينصى. طبعا هو هذا هيك غلط، هذا نفسه بس أنصى يصير وأنصى وأنصى. سبب شنو؟ سبب السي او 2 ده ينغسل باستمرار وده يصير كميته قليله، فيطلع عندك الكابنوغرافي هالشكل ناصي نازل. هذا بالهايبو فنتيليشن، الهايبو فنتيليشن ده ينزل الكابنوغراف. تمام زين. اذا الهايبر فنتيليشن السي او 2 يصعد فالجراف يصعد، الهايبر فنتيليشن السي او 2 ينزل فالجراف ينزل. بصوره عامه طبعا اكو هايبو فنتيليشن وذ تايدال فوليوم يكون قليل يصير مثل الهايبر فنتيليشن فيكون مسليدنج، بس بصوره عامه بالهايبر فنتيليشن يصعد بالهايبو فنتيليشن ينزل حتى لا نعقد الامور. زين بعد من اشكال الابنورمال سي او 2، بعض الاحيان البيشنت على ميكانيكال فنتيليشن بس ما تنطي سيديشن كافيه، فشي يصير عنده؟ يصير عنده ممكن سبونتينيوس بريذنج، فيصير عنده سي او 2 الكابنوغراف هالشكل وهذا البلاتو، وبعدين على غفلة تشوف السي او 2 على غفلة نزل ورجع مرتلخ لقاف هالشكل. اكو فد مثل الرصعة موجودة عندك هنا. شنو هاي الرصعة؟ هذا مو هو دي ياخذ زفير بالفنتليتر المفروض دي يدفع، على غفلة صار عنده سبونتينيوس بريث فدخل هواء. من دخل هواء زين الهواء اللي موجود برا شبي سي او 2 ما تقليل، فصار ميكسينج فنزل لي الجراف، نزل لي سي او 2 واضح، فصار هاي الدمبل او هاي الرصعه اللي موجوده عندك بالجراف. هاي بسبب شنو؟ بيشنت صار عنده سبونتينيوس زين سبونتينيوس بريدنج، سبونتينيوس بريدنج هو على الميكانيكال فنتليتر. خوش زين. بعد شنو المشاكل اللي ممكن تصير عندي بالكابنوغراف؟ قلنا اذا البيشنت عنده كاردييك ارست، الكابنوغراف مالته يكون عاده يعني اصغر من النورمال. ليش؟ لانه السيركوليشن او البرفيوجن لللنج قليل نسبيا بالسي بي ار مالتي، 25% يمثل من النورمال برفيوجن في افضل الاحوال. فشوف الكابنوغراف مالتي قزم ناصي زين، اني احاول اوصل الانتايدل سي او 2 اكثر من 10 ملم ميركوري بالسي بي ار مالتي. اوكي هو نورمال ايش قد 35 to 40، يعني تلقاه هنا، يعني تلقى الكابنوغراف هيجي قايل زين، بس بالكارديك ارست تلقى الكابنوغراف يكون قزم زين بهالشكل. اذا كان التيوب انسايد الاسوفيجس تشوف الكابنوغراف مشوه هالشكل، لانه بالاسوفيجس ماكو سي او 2 الى ان يصير عندك صفر هالشكل، فتعرف انه انت التيوب مالتك مو بالتراكيا بالاسوفيجس. شوف مشوه صار عندك الى ان اختفى سي او 2، كم بريث اختفى سي او 2 صار عندك فلات. واضح هذا معناها التيوب مالتك انسايد ذا اسوفيجس مو انسايد ذا تراكيا. واضح ذني اهم الابنورماليتيز اللي ممكن نشوفها بالكابنوغراف. اعاده سريعه سمري مختصر، الكابنوغراف نورمالي ولقياس كميه سي او 2 ثرو اوت ريسبيراتوري سايكل، هذا النورمال كابنوغراف بي فيس 1 فيس 2 فيس 3 فيس 4 خوش، ثم يرجع فيس 1 هذا نورمالي. هاي النقطة على نقطة يسموها pressure of end-tidal CO2، تقيس لك ال CO2 بنهاية ال expiration بشكل طبيعي تكون من 35 to 40 مليمتر mercury. اكو بعض الابنورماليتيز ممكن نكتشفها بالكابنوغراف زين، مميزة بشكل الكابنوغراف. مبدئيا احنا نحتاج الكابنوغراف على مود نسوي confirmation للإندوتراكيال تيوب position، نحتاج الكابنوغراف على مود نسوي مونيتورينج للبيشنت اللي هو كريتيكلي ايل، نحتاج الكابنوغراف على مود البيشنت اللي على ميكانيكال فنتيليشن نراقب الفنتيليشن. تمام الابنورماليتيز حكيناها بالكابنوغراف شلون يصير شكلها وشلون تقدر تكتشف الابنورماليتي من خلال يعني المشكله او الديزيز او الديس اوردر من خلال الابنورماليتي بالكابنوغراف. اوكي هذا اهم الاشياء اللي تخص الكابنوغراف.
أتمنى يعني بشكل سمبل وبشكل مختصر قضيت الموضوع. تصبحون على ألف خير.